مختلف كمال الأجسام في مختلف الأصناف وعبر العالم كتعرف إقبال كبير من طرف الجماهير، والمغرب كذلك من بين الدول الداعمة لهذا النوع الرياضي على المسرح وكذلك في مدرجات الأعصاب كتكون مشدودة، ولكن التشجيع والتحفيز كيبقى مستمر على طول المنافسة إلى غاية الإعلان عن أسماء المتوجين بالبطولة. أجواء فعلا رائعة عشنا مع مجموعة من الأبطال المتميزين، ولكن واش كتعرفوا الأشواط اللي كيقطعوها هاد الرياضيين قبل ما يطلعوا على خشبة المسرح؟ اليوم غادي نعيشوا جميع وحدة من الحصص التدريبية لأحد الأبطال المغاربة للمان فيزيك. مشينا. ركز عليه بزاف واش هو انه كدير لو بوا موين كتكثر من ريبيتيسيون ولا كتخدم كيف كيخدموا اغلبيه ديال المنافسين قوه الكتله، انه كيدير اون شارج تكون عند لو وكينقص من لا ريبيتيسيون. شنو هو اللي كتعدم عليه دابا في المرحله دابا على حساب وقت بريباراسيون كل وقت في لاماس باسكو دابا هو داخل في الريجيم من حيث الكار بحال سميتو كنطول عليه ريبيتيسيون مزيان وكنقصوا من الثقل فهمتي كنقصوا من الثقل كنقصوا من الثقل كنديروا ريبيتيسيون مزيان وكنكثروا من اليوم بزاف باش يحرك. دابا انا هذاك نغفلو عاوتاني نعطي حاجه اخرى باش الموت المسك حتى هو تيتشهى تيتشوك دير هذيك الهزه ديالها باش المسك اللي تهز حتى هو فهمتي ولا كنتي عارف غتعطي واحد الحاجه المسك عارف غتعطي واحد الحاجه ولكن الا غفلتي حتى المدرب حتى الاتليت حتى هو ما غنقولش ليه حتى كنغفلو كنقول لها تيقول لي لا صافي حنا دابا حرقنا المراحل علاش حنا دابا حرقنا المراحل لان كاين بزاف ديال المتتبعين اللي كيتبعوا هذه الرياضه هذه كيتبعوا البطل وائل كنبغيو زعما نفهموهم لي ميثود اللي كتخدم ان شاء الله. مرحبا ان الانسان البطل حيت ما كيجيش ما بين ليله ونهار كيتخلق بطل ولكن كاين واحد العمل كبير اللي كيقوم به اللي كيخلي انه يحضر في الستيج. الله يعطيك الخير غير هو كل 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 كوتش والميثود ديالو فوالا فوالا كل كوتش والميثود ديالو. انا اليوم بديت على لي زاتليت القدام وداك الشيء هو باش كنخدم مع وائل دابا ان شاء الله. 2 3 4 ستوب حط 25 ايه كمان. التمرين اللي كنشوفوا دابا هو عباره عن دروب سيت. دروب سيت هي واحد التمرين اللي كتبداه بواحد لو بوا ثقيل شويه وكتخدم كيلكو ريبيتيسيون داكا جوست ابري بلا ما تستريح كتعاود عاوتاني كتاخذ واحد الوزن اللي قل من هذاك الوزن الاول وكتخدم به عاوتاني كيلكو ريبيتيسيون. وتقدر هذه المرحله هذه كتمشي على 3 او 4 ديال المراحل اللي كتوصلك حتى الفشل العضلي، وهذه هي لي تاتشوك اللي تكلم عليها الكوتش حسن. 2 3 كومون 4 5 6 انا ما كاينش تقول نهائي 7 8 9 كنعطي العصا كنعايرهم كندير حتى قالوا لي عداك لا لا دابا حنا كنبريباريو دابا ملي كتكون حاضر الكاميرا لا لا صافي انسى انسى انا غير 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 ستوب. في هذا الاصل بطبيعه الحال رفقه الاستاذ القدير فالمستوى ديالي تطور لدرجه ان كل شيء لحظه في ظرف 6 شهور ولا عام واحد المستوى اللي تيجي يعني مستوى دولي باش كتعرف ان لا ميثود لينيرجي الطاقه لو سافوار العلم لا موتيفاسيون هما الاساس ديال اي اتليت في البريباراسيون ديالو. ما كاينش شي حاجه كتجي هي كوك الا كتجي معك لان انا من الناس اللي كيامنوا بالمدرسه القديمه اولد سكول. بالنسبه لي انا هي المرجعيه هي اللي فيها كتعطيك كيف قلتي انت الروح لام
هي الاساس. ثاني حاجه بان النظره الثاقبه، لان الانسان اللي كيجيب ملي كنهضر على المدرسه القديمه كنهضر على خبره طويله في الميدان. اذا ملي كتبقى تخدم مع دي كوتش بهذا النيفو هذا وداك الشيء كتربح كتربح الوقت نفس الوقت وما كتمشيش في الغلط. راه غير في الدردشه كتلقى مثلا السي حسن التواضع ديالو كتلقاه رافق مجموعه من الابطال الكبار وخدم المدارس كبيره ورافق واحد الجيل ديال اللي ما بقيناش كنشوفوا دابا السبعينات ديال البودي بيلدينغ في المغرب. ولا ميثود باش كيخدم، انا خدمت مع بزاف ديال لي كوتش، بزاف ديال لي كوتش هنايا في لونترينمون ابطال في المغرب، ابطال عرب، ابطال مشيت حتى للخليج كنت مع دي كوتش. ولكن السي حسن كتبقى عنده واحد اللمسه واحد التجربه حقيقيه، ماشي مجامله وانما هذه حقيقه خصنا نقولوها. ماشي بغض النظر خصني نمشي لواحد البلاصه اللي باش نقول راه في المغرب ولا في كازا ولا في بلاصه كاين ليسات صغار بحال هادو، ولكن بكفاءات هائله. فوالا دو تروا فلاي فلاي بالكامل. بالنسبه لبزاف ديال الناس كاين اللي كيبغي يخدم فلاي في لا ماشين، وكاين اللي كيحبد انه يخدم بزاف الفلاي في الكابل. شنو هو الفرق اللي كيكون ما بيناتهم؟ لا ما كاين لا فرق، الاول غير هو تنوع الميسكل كما قلت لك، تنوع الحركات تنوع الحركات وتغفلو فهمتي تغفل الميسكل فهمتي. نوفا كابا، نوفا بريسا، نوفا ليزار، تنوع تنوع ديما تنوع، ما تبقاش حاضر ما كنركزش على الحركه واحد ديما نعطيه كابلي كابلي لا صافي الميسكل حتى هو تعطيه ديما كدير ديما كتبدل لي لا ميثود باش كتشوكي وداك لي في ديال لو شوك هو اللي كيعطيك الامتياز ديك الحاجه العضله. من بعد ما سال البطل وائل تمرين ديال عضلات الصدر، انتقل مباشره للعضله الثنائيه ديال الذراع البايسبس، وركز على نفس النسق اللي كان غادي بيه في عضلات الصدر اللي هو تمرين دروب سيت. وبيني وبينكم النتيجه كانت مبهره. كاين واحد الكوتي ايميل اللي كان ما بين الكوتش وهذاك الكوتي ديالو كدوز اي حاجه كيوصل الميساج كيكون فيلينغ، هذا هو اهم حاجه. تقدر تشوف تشيف هاني رامبول تقول لي نعطيك $1000 الشهر، ولكن اذا ما كاينش واحد ديال فيلينغ ما كدير. انا كنخدم مع السي حسن وكنخدم مع السي مهدي زعوف، جوجهم المدربين ديالي، حسن هنايا وكلهم اصدقاء. فالمهدي شافني من بعد كنخدم مع حسن، جا لنا من فرنسا تلقى معايا ما فهم والو، قال لي كيفاش هاد الترانسفورماسيون شنو هو السبب؟ قلت لي جيت عند واحد السيد قال لي خصني نشوفو كيفاش هادشي هاد الانرجين. كاين شي حوايج بعض المرات اللي كيدوزو سبحان الله العظيم، هذا هو كنركز حتى انا دابا في الخدمه ديالي، في الخدمه ديالي مع لي كليون اخرين، فالعاطفه هي اللي كتخليهم كيبقاو معايا من غير العلم. هي ما كاينش اللي كيميز حنا كائنات حتى العلاقات الانسانيه، العلاقات الانسانيه اللي كتكون صادقه اي حاجه كتحط فيها كتذوب وكيدوز الميساج. شتي دابا انا باش كنجي للصال باش كنجي للصال كاينش الحب ديال باش كنجي للصال كنجيش للصال باش للصال ما كنجيش للصال باش نعيد فقط، ولا كنجي باش تخدي غراضي مع حاسه. كنجي بزاف ديال لي ميسيون، اول حاجه خصني نعطي واحد لو رول موديل للدراري كلهم. الاخلاق الحق هذا كتكون قدوه، كلشي تيحبوه كل واحد. اي حاجه ما كاش انا ما عرفتش نربح شي مليار ميداليات وندير حق ديال هاد البلاصه، علاش ما خصش البلاصه يولي عندها واحد يقبل اكثر واكثر اكثر. علاش خاص تخلي واحد لاطوش بيرسونيل، ما نبقاوش في الدنيا ولكن نخلي واحد الحاجه تاريخيه تبقى. تصور بان شحال كنفرح ملي كنشوف الصوره ديالي وصل طالع عند حسن وغتبقى بيني الله خالد راه هذا شي حاجه مرحبا يكون خير. كثير منكم خدا فكره على الطريقه اللي كيستعدوا بها الرياضيين قبل ما يطلعوا على خشبه المسرح. التعطيل الجيد واخص بالذكر المدربين اللي عندهم كفاءه وخبره كبيره، التضحيه والمجهود البدني والتركيز العالي على الاهداف المسطره، وما نساوش العنصر الرئيسي اللي هو مورد مالي قار. هذه هي الوصفه السحريه لصناعه بطل كمال الاجسام. الحصول على المراكز الأولى أو الفوز
بلقب البطولة هو حلم كل رياضي، ولكن حب ودعم الجمهور على المسرح وكذلك عبر قنوات التواصل الاجتماعي كيبقى حافز دائم لهذا الأبطال وكيعطيهم شعور لا يوصف. ما تنساوش دعمونا بلايك والاشتراك في القناة، خليوا شي كومونتير زوين باش تشجعونا على المزيد من العطاء. تهلاً.